الدقة، كرة وصلت إلى مراد، عرضية من مراد، أول الأهداف. نعم الصقور يسجلون أولا، الصقور تحلق بدري عن طريق الأرجنتيني ساشا. ساشا يضع البصمة فقط دقيقة، و43 ثانية، وساشا ابن التانجو يسجل ثامن أهدافه، يسجل ثامن أهدافه. هجمة عكسية مرتدة سريعة، هنا حدثت الدربكة والخطأ، وهنا تم استغلالها على أكمل وجه، وصلت إلى مراد، عرضية من مراد إلى ساشا، وساشا خلصها بالشباك. ساشا سجل الهدف الأول، ساشا يضع فريق الإمارات في المقدمة 1-0. الصقور تبدأ بالتسجيل، والصقور الآن هو على التنفيذ. ساشا أيضا موجود، لكن الأقرب مراد، يتقدم مراد. يا عيني يا مراد، سواها مراد، انت معلم يا مراد، وحنا منك نتعلم، نعلم ونستمتع وانت موجود، نستمتع وانت موجود. نعم مراد يسجل هدف ثاني لنادي الإمارات، اللاعب الممتع المغربي اللي يقدم حضور كبير ويقدم مستوى كبير بالجولات الماضية، ويضيف هدف ثاني، يؤمن الهدف بهدف. المغرب الممتع مراد، المعلم مراد، المعلم مراد سجل السادي. كرة موجودة الآن إلى مراد. يا عيني يا سلام، عملها المعلم، سواها المعلم، هدف مزيان 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 يسجل الهدف الثالث، هدف جميل. كرة وصلت بهذه الكيفية أيضا بخطأ، تمريرة من البداية خاطئة، عادت إلى مراد، مراد وضعها لوب لوب من فوق حارس المرمى، عاقب سالم عبد الله على التقدم، حطها بطريقة رائعة جدا على طريقة الكبار. لعيب يا مراد، لعيب يا المغربي، ممتع ممتع ممتع. إذا كان في يومه راح تستمتع مع الصقور، إذا كان في يومه راح تستمتع مع كل لمسة. ركلة جزاء مراد، هو على التنفيذ، مراد وضعها، مراد سجل الرابع وسجل الهاتريك. الهاتريك يأتي لمراد باتنا، ثامن الأهداف، عريس اللقاء السعيد مراد باترا، دينامو الإبداع، هو اللي طلبها من ساشا، طلبها من ساشا، الكل سعيد. يا سلام يا مراد، قبل راس ساشا، قال له خلني أسجل الهاتريك الأول لي في هذا الموسم، خلني أسعد جماهير الإمارات برباعية. ساشا وافق على طول وسجل الهدف الثالث.